إزاي تحمي طفلك من إفرازات الأنف المتكررة في الشتاء؟ كتير من الأطفال بيعانوا من تكرار الإصابة بالإفرازات الأنفية في فصل الشتاء، وده بيخلي الأم قلقانة دايماً وتفتكر إنه بيجيله برد كل شوية. لكن دكتور محمد صلاح استشاري طب الأطفال وحديث الولادة قال إن بعض الأسباب المؤدية لذلك هي إصابته بالتحسس الأنفي المزمن أو التهاب الجيوب الأنفية، وعشان كده قدم بعض النصايح الهامة للتقليل من الأعراض قدر الإمكان. 1- عدم تعرض الأطفال للتدخين الثانوي في المنزل أو الأماكن المغلقة. 2- عدم تعرض الأطفال للغازات والروائح المنبعثة من وسائل التدفئة. 3- إعطاء الطفل تطعيم الإنفلونزا الموسمي. 4- مراجعة الطبيب للتأكد من العوامل المسببة لذلك وإعطاء العلاج المناسب لطفلك.